الأسبوع اللي فات يعني صدر قرار بخصوص الإعمار منطقة سهنينة وسنجار. طيب وين منطقة الأعفر؟ مو أكثر الناس اللي قدموا ضحايا، أكثر الناس المناطق مدمرة. اليوم العامل الخارجي مثل ما ذكر الأخوان، العامل الخارجي يأثر على قرار الحكومة. طيب هاي المجاملات اللي من الفترة من الحكومات السابقة لحد الآن، إعطاء المناصب، أنا يعني مو ضد إعطاء المنصب حكومي أو جهة تنفيذية في مجلس رئاسة الوزراء للمسيح، لكن لو نجي نتحاسب على عدد النقاط، كان النائب المسيحي واحد او اثنين داخل مجلس النواب العراقي، لكن يملكون مقعد في داخل مجلس رئاسة الوزراء. بالنتيجة وين العدالة بالموضوع؟ اليوم المكون التركماني غايب عن الساحة، لا يملك القرار. حتى كأنا أتكلم عن منطقة تركمانيا في محافظة نينوى، كان في الحكومات السابقة او المجلس النواب العراقي كان يملك نائبين او ثلاثة. اليوم يخلو مكون التركماني، انا اتكلم اذا كان على صعيد الشيعي، وكذلك هذه المقاعد بالنسبة للتركمان السنة لا يوجد العدد الكافي داخل. لكن اليوم التركمان مغيب عن القرار السياسي، الحكومة العراقية يحسب التركمان إنه تابع لدولة تركيا، هذا نظرة خاطئة جدا. من اللي يحسب تابع لدولة؟ لا تعاملهم الحكومة العراقية؟ اليوم الحكومة العراقية استهداف واضح للتركمان، إبعادهم اليوم لو تلاحظون على اليوم داخل بالنسبة لي كوكلاء كمدراء عامين كسفراء السوداني ضد دولة السوداني وقبلها العبادي وعادل عبد المهدي كلهم يشوفوكم جزء من الدولة التركية. هذا تعاملهم، هذا تعاملهم. اليوم لو تجي على الواقع الإعمار في منطقة قضاة الأعفر، أكثر كثافة سكانية، أكبر قضاء في العراق، يعني حتى السوداني أيضا ينظر للتركمان على أنهم جزء من الدولة التركية. هو هاي نظرتهم تعاملاتهم، يعني حقيقة خلينا نكون واقعيين، هم حاسبين التركمان على جهة دولة تركيا. وبنفس الوقت التركمان عندهم توجهات اثنين، قسم كتركمان الشيعي يفكر ويا الدولة العراقية، خلينا نكون واقعيين، هذا هو خطهم. احنا لا الشيعة لا ايران داعم كمكون التركماني ولا الدولة التركية داعم التركمان، ولهذا احنا مثل ما يقولون ضايع حقوق هذه المكون مع العلم القومية الثالثة ما أخذ استحقاقهم على مستوى إعمار مناطقهم، على مستوى الإعمار، على مستوى التعويضات، على مستوى المناصب الحكومية كمدراء عامين. هسه لو سوي لك جرد على كل الحكومة، على كل الوزارات، على كل الدوائر من الناحية التنفيذية